الخير على مشاهدين المهمة اللي ما بطلوش يسألوني بقالهم أسبوع، هو طلع أحمد ولا محمود؟ لدرجة دخلت الصيدلية أجيب دواء لأمي، مستعجلة وعايزة ألحقها، والصيدلي قافش في الدواء مش عايز يسلمولي أبدا. قال إيه إلا لما أقول له هو طلع محمود ولا أحمد، ده وقته. طيب لكل الناس اللي لسه بتسأل، حاضر هقول لكم الحدوتة كاملة. كان مرة في واحد فقد الذاكرة، ضاع من نفسه وأهله، فتح عينه لقى نفسه في أسوان بيقولوا له أنت أحمد. عالجوه، جوزوه، بقى عنده عيال، فجأة تاني فاق ورجع للي قال عليهم أسرته الحقيقية. هنا حصلت المشكلة وكل أسرة تمسكت بيه. اتشبهنا بواحد في مشرحة زنهم شبيه لمحمود، بس في اختلافات جامدة. الميت بعد ما بيموت ب 8 ساعات بيبدأ شكله يتغير. فين الصورة الصغيرة اللي هو كان عنده؟ احنا كلنا يا اخوة، كلنا الصورة الصغيرة موحدين بالله. الكلمة اللي أنا بقولها لك برضه، أخويا لسه تعبان ومش عارف هو بيقول إيه، يعني عارف كل اللي إحنا بنطلبه منه هو يتحلل عشان يفصل ما بينه وبين. أنا لو لقيت أخويا دلوقتي أنا مش هسيبه، وأنا برضه مش هسيبه. أنا حصل الوضع ايه دلوقتي؟ انت لسه مصر ان هو احمد؟ ايوه احنا مصرين ان ده محمود، وده محمود ده ابن اخويا، ولو هتروح رقبتي مش هسيبه. اول ما نكلمكم في التليفون اتتهمونا بالنصب والسرقه وشتمونا شتيمه وحشه. اول ما اللقاء ده اثبت ان الوضع عندنا ماشي، اي حاجه تضر على تضره هيبقى من طرف، ومش هسيب، مش هنسكت. لو في حاجه ضرت اخويا هيبقى من عندهم. أيوة. احنا دلوقتي في خصم بيننا دلوقتي بعد في الصومه بيننا كلها، ما عرفتش الحقيقه كده. انا لو معايا صوت اخويا كنت هتلاقي خل الماضي. على فكره هو كمان شبهه. لا انت ما عرفتش الحقيقه دلوقتي، يعني بعد الاثباتات والجهود وكله ده ما عرفتش الحقيقه، وانت عارف الحقيقه، انت عارف الحقيقه اللي قدامك ابنك. والله عارف، والله ما عارف. هتقول الحقيقه وتتحل ودي هتبقى احسن. هقول لك على حاجه بسيطه، اعمل تحليل. انت بتقول ابني وانا بقول ابني يا عم، اعمل تحليل يا عم. والله الابن الثاني ياخد يا عم، خلاص لو ابني طلع يا عم خليه لكم. انا اقول لك والله ما هاخده. حطينا خطه للوصول للحقيقه تبدا بمواجهته بكل الاطراف في الناحيتين. بدانا بالسهله في اسوان، خدته من ايده، رحنا نشوف هل فعلا فاكر اي تفاصيل لحياته هناك ولا لا، هل فعلا في ناس تعرفه هناك ولا مفيش، وده اللي لقيناه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، عامل ايه؟ اخبار حضرتك؟ بسم الله ما شاء الله. تمام. وحشك؟ كانوا بيتصلوا بينا الجماعه دول، وفي ورشه جنبهم يخبطوا فيها. قوم ياد اعمل لنا العشاء، دب يضربوه. قوم ياد اعمل لنا، لما في الاخر ودوه التراب مش عارف البساتين ولا فين، مسحوا الذاكره. الصبر. ايه
فاكر الساعة اللي ولدت فيها خدت ابن امك وقاعدة معاك هات امي معاك في البيت امك في البيت معايا كامل ما خلناش ولا مشرحة ولا لو مخزن مستشفيات انا وابوه وبقينا عاد بعيدة 5 سنين والله دمعتي ما نشفت 5 سنين والله الفرح ما رحت فأحمد بعد ما خليته راجل وخليته أحمد بيجي يقول عندي ناس شباب جد تعالي عودي يام ده أحمد أخويا يا هلا أختي اللي تحت دي اللي كنت أشيله هم التنين روحوا مدرسة مع بعض فوريني بتحكي كده ده كان في سنة هنا برضو كده فوريني كده اضحك كده انت شبهه برضو يا شبهه برضو أختي يا أختي آخر الهديد العلاج بتاعه ده بس حاليا دلوقتي اللي بياخد دلوقتي حاليا ده المركز ده المركز ده العلاج بتاعه ظهر محمد شاهين اهو في ناس شافوه من هو صغير لغايه ما كبر بس هو شكله اتغير لما رجع طبعا شكله ده اتغير ما هو ما رجعش الا بالشكل ده الا بعد ما صرفت عليه دم قلبي وما جاش احمد هو ما جاش يعني ما يعتبرش شيء خالص واحد ميت في الشارع انا جوزته في الشقه دي رحت جبت له العروسه ولبستها الذهب وجبت له كل حاجه وعملت له فرح بره هنا اهو انت تعرف احمد من هو صغير مولدين مع بعض يعني تفتكر اللي رجع ده احمد ولا حد تاني لا اكيد احمد ازاي يعني تعرف احمد من هو صغير اعرفه من هو صغير لما كان يعدي من قدام بيتنا ويجيني ويروح يقول لي ازيك يا خاله اقول له اهلا وسهلا يا احمد عامل ايه كويس بخير وتمام وياخد بعض حتى وقتنا هذا شكله اتغير عن دلوقتي لا طبعا هو من ست ما اختفى ما اتغيرش فيه كتير لانه كان غالي على كل هو كان حلاوته وجمالته ورشاقته وجميل جدا ومؤدب تعرف احمد ايوه شفته من هو صغير من هو صغير بصراحه شفته هو يعني الملامح اتغيرت خفيفه خالص ومشون من هناك اتربيت هناك وعشت هناك انت لما كنت تعدي على المدرسه مش كنت تجينا عند البيت عندي وانت رايح المدرسه صراحه من هو مش فاكر طب ازاي مدرسه اعدادي وامتحنت فيها عربي ودراسات وعلوم وانت ما تعرف المفروض ان انت مش احمد يعني ما دخلتش المدرسه دي السنه هي اللي ودتني قالت لي وراك امتحان طب انت يا احمد انت اسمك ايه اسمي محمود محمد محمود دياب انت مين يا عم اسمي محمود الراجل افتكر تفاصيل مهمه في حياته هناك من لما كان صغير من لما كان لسه طفل في ثالثه اعدادي ده غير ان في ناس كتير شهود قالوا انه كان موجود بينهم هنا القصة تعقدت المشكلة الحقيقية مش في كل اللي فات المشكلة الاكبر في صورة احمد اللي سبحان الله شبهه جدا بس هل معنى كده ان هو احمد عشان اتأكد رحت بيه للأسرة التانية عشان يشوفه فاكر تفاصيل له هناك فعلا ولا لا والاهم نشوف هل في ناس عارفينه هناك فعلا اخدته من ايده ورحنا الطلبيه في الهرم العيله كلها موجوده هو فين محمود ولا احمد محمود عيبان قولي لي بقى يا حاجه يا ست ابوها الولد ده يبقى مين ده ابن اخويا احمد محمود ده ابن خالي مش اخويا شقيقي بس احنا فعلا واخدينه لحمه صغيره يعني كانت والدته في مشكله في دراعها فوالدتي اللي قامت بتربيته كلها انا وانا جاي الصبح النهارده انا كنت متوقع انه مش هيعرف بس طلعت داخل بيسلم عليك رؤية مين ده محمود عمو محمود طبعا انت فاكر ابن عمك الكبير ايوه ابن عمي ده اتربى هنا من وهو صغير اتربى هنا وهو زي حضرتك وهو ابننا طبعا انت نوره اخته شفتيه من وهو صغير هنا وهو زي ما هو متغيرش خالص لا هو في طبيعته هادي جدا من صغره
لما جت والدتي توفت في حاجه حصلت له، احنا فوجئنا بان محمود كان بيمسك المصحف بالمشقلب بيطلع منه بعض مواقف دماغه تعبت حاجه بسيطه كده. مين ده يا عم سمير؟ ده محمود. مين ده؟ محمود حضرتك معانا هنا في المنطقه. هو صغير. هو اشمعنى الموقف ده اللي انت مشهور فيه يا محمود؟ يعني كنت شغال فيه. شغال فيه؟ كنت شغال فيه سواق. مين ده؟ محمود. بيشتغل ايه؟ شغال مكواجي مع حلو فاكر. شغال مكواجي. في حد عارف ده؟ الحمد لله على السلامة. ايه عامل ايه؟ مين ده؟ محمود كساف. نفس الشخص، كل الناس هنا في الهرم وهناك في أسوان الاتنين بيشهدوا انه تربى وسطهم، مع ان الأسرتين كل واحدة بتنتمي لعالم مختلف تماما عن التاني. فكرت قلت اطلع لايف وشارك الناس معايا في القصة، يمكن يكون عندهم معلومات عنه. فطلعت عملت اللايف ده. احنا بس يعني فاتحين نكلمكم متأخر كده علشان ما عندناش غيركم يساعدونا. عندنا واحد هنحط صورته دلوقتي على الصفحة علشان تقولوا لنا ده الحقيقة ده مين. في عيلتين بيتخانقوا عليه، عيلة في أسوان بتقول ده أحمد ابننا، وعيلة في الهرم بتقول ده أحمد ده محمود ابننا. فهنحط لكم الصورة يمكن تساعدوا العيلتين يعرفوا الحقيقة قرب شوية، منه يعرفوا الحقيقة هو مين فيهم. أي حد يعرف ده مين، أحمد ولا محمود، يبعت لنا، ومحتاجين نعرف النتيجة على التلات. بعد اللايف غرقت معلومات وصور عن ما يسمى محمود وعن ما يسمى أحمد برضو. هقرأ لكم جزء بسيط من اللي وصلني. يا أستاذة منى، ده ابن عمة أمي وأنا عارفاه علشان كان بيجي وهو صغير عندنا في الإسماعيلية، وهو اتخطف وهو صغير وما كناش عارفين عنه حاجة، ولما رجع جبته عندنا الإسماعيلية وعالجته وهو دلوقتي أحمد مش محمود. يا مدام منى، أنا من قرية أولاد مهنة بالبش شرقية، أنا فاكره محمود ده كان صاحبي وهو كان بيجي يقعد مع أمه وبيقعد معانا وأنا فاكره كويس جدا. مساء الخير حضرتك، بخصوص الحلقة دي محمود مش أحمد، إحنا متربيين في شارع واحد. أستاذة منى، ده محمود أقسم بالله أنا عارفه جدا جدا، حتى أسأليه عن حد اسمه أسامة كان معاه قبل ما يحصل كل ده. يا أستاذة منى، أنا عارف محمود كان معايا في المدرسة في الابتدائية، محمود كان في المدرسة معايا، أنا عايز أكلمك والله ده محمود. دي صورة محمود وهو صغير، دي عمته اللي ربته وهو عنده 3 أيام، ربنا يوفقك لما فيه الخير، بارك الله في حضرتك. في اللحظة دي كنا وصلنا في منتهى الحيرة، الجملة دي ملهاش معنى، بالظبط زي حالنا، هو أحمد ولا محمود؟ فما لقيناش قدامنا غير التحليل. تحليل الدي إن إيه؟ رحنا عملنا التحليل، ورحت أسأل مراته قبل طلوع نتيجة التحليل، هل لو طلع محمود فعلا إيه هيكون مصيرك؟ إنتي وولادك اللي المفروض جبتيهم من أحمد. حق ربيه، انا اديته فرصه ان هو يقعد يتكلم براحته، لان انا ما ينفعش اكون قاعد في قعده وحد يقول لي ده ابني، لان ده اخويا. هو مقتنع تماما ان ده ابنه واتخطف، اتخطف وجي عندكم. مين ده؟ هو لو شاكك ان هو مش ابنه ما كانش راح يحلل. ربنا يدينا الصحه. أيوة. التحليل برضه يحدد. الله يحفظك. ما شاء الله التحليل يحلل. انت بتقول ابننا واحنا بنقول ابننا، بس ان شاء الله ابننا. لو ابنك لو روحك هتطلع عليه هتاخده، وانا لو ابني روحي هتطلع عليه مش هسيبه. اصل احنا مش بنتفاوض على حته ارض ولا على عربيه، احنا بنتفاوض على عصب، بنتفاوض على حاجه ما فيهاش كلام. ابنك يعني ابنك، ابني يعني ابني.
وبعدين انا ما رحتش لحضرتك، ده احنا الفتره دي كلها احنا ما خليناش حاجه، الفيس بنقعد عليه وشهرنا صور ورنان وعملنا كناش كده الواحد كمان احنا لقيناه في الشارع. انتوا لقيتوه في الشارع؟ اه. دلوقتي هو لو طلع احمد مفيش ازمه، مفيش ازمه. اه وزي ما لو شاريني، لو شاري امه الرب افادي طلع محمود براحته، بس ملوش عيال عندي يعني. اه ناس مجوزه، ناس مجو مخليهانا معايا انا، انا اللي ربيته. احنا ما بنطلعش اصلا حريم يعني، هم ولاده. لا لا بس انا ولادي، انا اللي ربيته، هي مراته، انا اللي ربيته. انا ربيت امه وبنتي 8 سنين، وبعد كده اتجوزت معايا وكانت زعلانه في يومها برضو. انت حسيت بايه وهما بياخدوا منك عينه الدم؟ انا حسيت بالدم لما خرج الدم بتاعي، خلصت وهو نزل قاعد على الكرسي وبيسحب اول ما سحب الدم. الله اكبر. ايه واحد اللي هاجي يعمل اختبار مش هيقلب فيه كتير، يعني هيبص كده اهو يقول ده الدم ده واحد ان شاء الله. افرض افرض ان هو ما طلعش ابنك. والله خلاص. هتعملوا ايه في العيال؟ هنعمل ايه في العيال؟ هتديهوله، هتديله العيال؟ بس احنا جوزناه على اساس احمد. كده احمد ما جاش، مات، معرفش ايه اللي حصل. صح. اه ليه ما كنتش بتقول لهم انا محمود يا جماعه انتوا فاهمين غلط؟ انا العلاج اللي انا كنت باخده دلوقتي يمكن دواني شويه من اللي انا فيه، لان انا كنت ماشي في حاله ميؤوس منها. اه انا جيت هنا وما اعرفش مش عارف جيت ازاي، ما اعرفش والله جيت ازاي. انت اتجوزتي البني ادم ده ولا اتجوزتي الورقه اللي هو شايلها؟ اتجوزت احمد. ايوه احمد ده عباره عن حاجتين، ورق وبني ادم. ايوه الورق افرضي انه اتغير. طب والخدعه؟ ثانيه واحده، والخدعه زي الافلام ما كان عيال لما انت. لا, لا. لا, لا, لا. هتسامحيه على الخدعه؟ لا. لا طلعت نتيجه التحليل، ومش معقوله اسيبهم يعرفوها زيهم زي اي حد غريب من التلفزيون. جمعتهم هنا نتفرج مع بعض على الحلقه سوا واسلمهم النتائج بنفسي بشكل شخصي. فعلا الكل استجاب، جم اكتر كمان مما توقعت. في يوم عرض الحلقه الاسرتين وصلوا، اللي من الهرم واللي من اسوان، الكل موجود ونتفرج سوا على الحلقه اللي هقول في اخر حته فيها على نتيجه التحليل. اهلا 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 اهلا. ايه؟ انت اتفرجت على الحلقه امبارح؟ احنا عايزين نعمل لك بدل ما يوم نصور ايه؟ كلنا كتير. انت قلقانه ليه؟ لما جت وديت الباص في حلقه ما كانش في ناس بتقول ده ابن خالي، ما كانش بيسوي حس قوه. انتوا مش ممكن كل ده في الطلبيه. لما كان بيتعب انا اللي كنت بشيله وباجري بيه انا واخته. هقول لحضرتك على حاجه، انا وانا جاي الصبح النهارده انا كنت متوقع ان مش هيعرف. هنا عارف محمود ده؟ اه عارفينه يا باشا محمود، عارفينه. اتربى فين؟ هنا. اتربى هنا.
وانا بتفرج معاهم على الحلقه كنت قلقانه من المواجهه، شايله هم الكل، شايله هم الوجع النفسي اللي هنعانيه كلنا بعد اعلان النتيجه بتاعت التحليل. الكل في وضع لا يحسد عليه. انا شايله هم الاسره اللي هتتاكد ان ده ما عادش ابنهم. محمود الدنيا ملخبطه معاه وانا نفسي مش عارفه هيواجه كل ده ازاي. ايه اخته اللي هي من هنا من الطلبيه عليها مسؤوليه وحمل. اما بقى الوجع الاعظم في اسره اسوان. لو طلع ده مش احمد، ما كانش قدامي اي حل غير اني اواجه الوجع واخدهم الاستوديو فوق. هنا احنا كنا نتفرج تحت، قلت اطلعهم فوق قبل ما اقول النتيجه في الحلقه على التلفزيون، قبل الجزء الرابع اللي فيه النتيجه والاخير في الحلقه. طلبت منهم يطلعوا معايا الاستوديو وفعلا طلعنا كلنا وانا سامعه ضربات قلبهم، سامعاها حتى من بعيد. صورنا الحلقة هنا في الاستوديو ونادينا ضيوف ناخد رياكشناتهم الحقيقية قبل الحلقة ما تخلص، لان قبل الحلقة ما تخلص انا هقول نتيجة التحليل اللي في ايدي ده. فانا دعيتهم يجوا كلهم هنا في الاستوديو نشوف رد فعلهم ايه. مين اكتر حد مهتم بنتيجه التحليل دي فيكم؟ كلنا واحد. كلنا واحد. كلكم انت غالي على الكل انت صح؟ طبعا. مش كده؟ فضل ويرضى عند ربنا. يعني كل الناس غاليه على عيله واحده، انت بقيت غالي على عيلتين. صح؟ مش كده؟ طبعا. انا عايزه اقول لكم ان نتيجه التحليل مش فارقه كتير. انت ضاع منك ابنك. مش كده؟ بالظبط. لقيته او ما لقيتوش، انت في كل الاحوال عملت حاجه حلوه. بالظبط. صح؟ بالظبط. النتيجه من ناحيه قدرامتر. طلع احمد، طلع محمود، طلع سيد، طلع علي. حمديله خديه مني ليك. حصل اهنتك في اسوان ولا اكرمتك؟ لا انتوا بيت اهنتك ولا اكرمتك؟ انتوا بيت كرم وعز. طب ايه لازمه الدموع؟ هل انتوا كلكم واثقين في نتيجه التحليل ده؟ طبعا. احنا عشان انت معانا بس ولا اكتر ولا ايه؟ عشان انت معانا واثقين. اكيد. اخلعني من القصه. لا واثقين اكيد اكيد. طيب ايا كان نتيجه التحليل ده، انا ليا سؤال قبل ما نعرف نتيجه التحليل. اتفضلي. دلوقتي في حقيقه واحده ان الراجل ده خلف ولد وبنت. كويس. من دمه ومن صلبه صح؟ كويس. هتعملوا فيهم ايه؟ ده لما انت سألتي. لو هو طلع احمد مفيش مشكله. تمام. ابنكم وولاده مفيش ازمه. ماشي. ما طلعش احمد افرض. ايوه. لا مش تبعنا. مش تبعنا. تمام. مش تبعنا برضو. انا اتمنى ما يطلعش ابني. ليه؟ لا لا مش عايزين. بعد الاهانه الاهانه هنا في التلفزيون وبهدلنا. فين الاهانه؟ ما تحكيش. الاهانه هنا وبهدلنا. فين الاهانه؟ فين الاهانه وبهدلنا؟ والله التحليل قال ان دمكم مش متطابق. تمام زي الفل زي العسل. يعني ان انت مش زي الفل. مش ابوه. تمام 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 زي الفل. عند الله العشر سنين. خلاص خلاص خلاص.
انت افتكرتيه احمد لان هو شبهه فعلا، هو شبه احمد فعلا. مش انت جبت لي صوره احمد لما كان صغير؟ ولو طب العلامات اللي فيه مش احمد؟ العلامات دي ممكن تكون يعني رجله جت على قبل ما يجيني كانت رجله جت على عقله لما اقدر. انت مش مصدقه ان هو مش احمد صح؟ انت مصدقه انه احمد؟ طب حتى لو احمد وهو مش حاسس انه احمد بس التعب اللي عنده، انا معالجاه كذا الدكتور موديها. انت برضه مش مصدقه. بارك فيك يا حبيبتي. بقول لك ايه، اعتبريني انا احمد، ايه رايك؟ تستخنش عنك لطيف. اه والله ده احنا زيدنا شهر. انا مش هتنسى يا الله اللي يعمل ربنا يمشي. اللي توقعته لقيته، دموع ووجع محدش يحس بيهم غير اللي داء شبههم. انا متأكدة ان فرحة آية بنتيجة التحليل وبان رجع ليها اخوها، ده اخوها الوحيد، كانت ناقصة. ناقصة لانها متأكدة من كم وجع اسرة اسوان كلها اللي هي عائلة احمد، اللي هما دلوقتي بقوا متأكدين انه مش موجود. الدم قال كلمته، الشخص ده طلع محمود أخو آية، وفقدت أم أحمد كل أمل إنها ترجع ابنها اللي داقت وجع بعده مرتين. مرة لما كان تايه في تالتة إعدادي وضاع واختفى وهم افتكروه إنهم لقوه مرمي بعد 5 سنين ولقوه ضايع فقد للذاكرة، عالجوه وجوزوه. بعد ما افتكروا إنه خلاص ابنهم في حضنهم صحيوا دلوقتي على واقع أمر من الخيال اللي عاشوه. اللي كان عايش بينهم سنين وبيتعامل على إنه ابنهم وبيتعامل مع البنات آية وهالة عادي، ما فاكرينه أحمد أخوهم، يطلع محمود. قدر غريب. أقدر أتخيل إحساس إخواته دلوقتي اللي كانوا بيحتنوه وبيبوسوه على إنه أخوهم ومتأكدين إنهم أخوهم. طلع محمود يا هالة. دي توأم ده. انت شبه بجد. تعالي اقعدي جنب. اقعدي جنب. دي سنه دي. ده مين؟ ده ابن اخته. مين ده؟ ده يهدى على حمزه. ده احمد. احمد اخويا. فوريني اضحكي كده. ده كان في سنه هنا برضه كده. فوريني كده. اضحك كده. يا نهار اسود. ده كان في سنه كده وشنها له هنا زيها كده، كانت طالعه لبره وشنها له. عملت له ليه عمليه بعد ما رجع. اه ودي روعه. في ولا في ولا في ولا هجيب لك ورقه. لا انا لا انا عايزه انت شبهه برضه. دي ايه شبهه برضه؟ اه اخت ايه يا بابا اخر دي ايه. انت شبهه برضه؟ دي ايه شبهه برضه؟ اه اخت ايه يا بابا اخر دي ايه. طيب هو انت عندك اخت اسمها هاله هنا وهناك هاله برضه؟ وايه هنا وايه هناك برضه. ايه؟ ايه هنا وايه هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. هادي يعني هالة هنا وهي هناك. والجدة سلمى بقى. والجدة سلمى برضه. والجدة اسمها سلمى. ايوه ربيع قال له ابوه الحقيقي قال ايوه جدة سلمى هناك لما كلمنا في التليفون. يعني في ناس هنا ما في ناس ما كده. لا لا استاذ كده في حاجه مترسك على فكره مرسومه. اقسم بالله في حاجه مترسك لانه بصي انت لو تلاحظي نفس تكرار الاسم هنا وهناك ما لازم دي في حاجه وراها كده. والله صعب العقل. اصل دي نادره يا استاذ انه يكون في اختين. يعني هالة هنا وآية معايا هنا وهالة وآية هناك. ازاي اللي زي ده يا ابو استاذة؟ يعني ازاي لغز ده؟ يعني لغز ربنا اللي هي مش لغز. انت عندك فعلا هناك هالة وآية؟ ايوه. اه بقول له انا مين جاب لك اللبس ده؟ احنا عايزين نتقابل مع الناس الثانيه اللي هناك. يعني هالة وآية هنا وهالة وآية هناك وسلمى هنا. سلمى برضو دي جدة جدة الكبير. سلمى جدة كبير. جدتك هناك اسمها سلمى برضه؟ وهنا؟ وهنا امي برضه اسمها سلمى برضه كانت مربياها. دلوقتي الازمه كبرت بتاعت محمود مع فاطمه مرات احمد الست اللي اتجوزها. ازاي هيقنعها دلوقتي تعيش معاه؟ وازاي هيعرف يربي اولاده بعد ما الوجع اللي وجعه لعيلته ده حصل
قدام الكاميرا هنا أثناء تسليم التحليل. قادر أتخيل دلوقتي رد فعل هالة وآية اللي كانوا فاكرين أخوهم، دلوقتي هيتعاملوا معاه إزاي أو هيتعاملوا مع الفكرة كلها إزاي. عيل صغير ما تاخدوش وخلاص، انت تعالى، انت كنت فين؟ ايه دنيتك؟ ايه ناسك؟ لا انت زعلان. انت زعلان ان هم لما لقوك عالجوك؟ بس عارف زعلان، بس زعلان كل ما اجي انا اقول له ليه اهله ليه ناس يقول لي انا عايزك تنسى اللي انت كنت فيه. انت قلت لك ايه؟ انت قلت لي انك عايزه تنسى اللي انت كنت فيه، الظروف اللي انت كنت فيها. انت اتعلمت الكذب كده ما تلزمناش. لو انت مين؟ انا مش كذاب. انت شخصيه ما تنفعش فيك وما تنفعش. وانا مش عايزه، وانا مش عايزينك. خلاص يا ابني، انت ما تلزمناش. ما تلزمناش. ايه ليه؟ ليه زي بعض؟ لا لا ربنا يسامحك. انا يقول لي لا ده انت بقى الكلام هو مش عارفه. ما لما فقت علينا احنا يالا عندك ايه يا عم احمد؟ لما فقت فقت علينا الكلام ده وانت خلاص. انت مين اصلا؟ تمام خلاص خلاص انا كل يوم خلاص خلاص. مش كل ما اجي اكلمه اقول لي لا ده انت اتعلمت الكذب ليه؟ بكذب ليه؟ هو ده الحقيقي ولا انا بكذب؟ انت كلك كذب على الكلام اللي انت بتقوله ده. لا انا مش كذاب فعلا. والله كذاب. والله كذاب يا عم. مراتش كذاب. والله انت كذاب. بس ما يقولش على الناس غجر. الناس دول انا بقول لك على عيلتك. هو اللي هتبجر ان انت مخطوف. احنا قلنا كده هموك يا علي. خلاص ايوه هموني ازاي؟ زي ما انت تهموني لما بقول خلاص خلاص. لا كرامتهم ترجع لهم برضك زي ما هم. ثانيه معلش ثانيه ادوني معلش ادوني فرصه دلوقتي. هتعملوا ايه في الولاد دول؟ ولاده لا قانونا ولاده. طيب انت كنت مجوزني مين على كده؟ بتضحك عليا ولا ايه؟ كنت مجوزك المخطوفة. لو سمحت مش هتاخد عيل. الله يربيهم لا احنا نربيهم. انا اللي هختار ولدي ما ضل. ايوه لا بس سواء لا احمد شاهد ولا احمد محمد ربيع ولدي ما ضل. انت اتجوزتي البني ادم ده ولا اتجوزتي الورقه اللي هو شايلها؟ اتجوزت احمد. ايوه احمد ده عباره عن حاجتين، ورق وبني ادم. ايوه الورق افرضي انه اتغير. طب والخدعه؟ ثانيه واحده، هو الخدعه زي الافلام؟ ما كان عيان لما انت. لا هو بيقول انا كنت عارف محمود. هو بيقول كنت عارف نفسي محمود. طب لما انت عارف نفسك محمود وانا بجيب لك المعفاه وبجيب لك البطاقه وبكتب لك على بيت على البيت، ما قلت ليش ليه انا محمود؟ ثانيه ليه الخدعه؟ هتسامحيني على الخدعه؟ لا مش مع دي بهدلني. ليه؟ لا ما مشيش مع ما يقدرش يمشي مع سلقتي بهدلني انا والعيال. انا شرط مني احمل ما حدش يحملني. ايه؟ لا مشيش مع هي بهدلني انا والعيال. ليه يا استاذه منى؟ لا ما مشيش انا. بنتنا دي بنت اخويا وبنت اختي ما اكسبهاش. دي هنا تتربى هي وعيالها زي البشوات. كل حاجه ليهم، البيت ده كله ليهم، العماره دي كلها ليهم، ثلاث ادوار ليهم مش لحد تاني. القصة خلصت والكل وصل لأهدافه. آية رجع لها أخوها محمود، بقى معاه دليل اللي يقدر يلغي بيه الورق اللي طلع له باسم أحمد. الكل حزين وسعيد معا بالحقيقة اللي تمنها تقيل. ده اللي أنا كنت فاكراه الحقيقة. لأ، وسط ما احنا كلنا واقفين جات لي رسالة من أشخاص مختلفين تماما عن اللي حاضرين دول، عمالين يلحوا ويزنوا عليا اكلمهم في نفس اللحظه. ليه؟ لانهم عندهم حقيقه تانيه. حقيقه بتقول احنا عارفين محمود ده يبقى مين. الرسائل بتقول لي ام محمود موجوده وده لا محمود ولا احمد، واحنا عارفين ده يبقى مين. لا بقى، انا جالي حالا مسج من واحده ست بتقول لي كلميني حالا دلوقتي.
نفس الحوار عنده. سمعك اتصل لي بالنمره اللي انا اديتها لك. ممكن نسمع المكالمه دي؟ الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحاج عزه؟ ايوه يا امي. انا منى يا حاج عزه. تحت امر. انت يا حاج عزه بعتي الواحد قلت له انا ابني تاه مني وهو ده اللي انا شفته في التلفزيون؟ والله ابني غايب بقاله 13 سنه. يعني انت شاكه ان هو ابنك؟ اسكت. الناس قالوا لي ان في برنامج للاستاذه منى العراقي وفي شاب جاي شكل ابني. وبعدين لقيت واحد بيرن عليا بيقول لي فيه عيل شبهك عرضينه على النت. طب ماشي انا عاوز اشوف النت دي واشوف البرنامج. فانا اتبعت البرنامج انا وناس معايا فقالوا لي دي شكلك هو ما بص له وتاكد منه هو شكلك او شكل عمه لانه هو مدي لك اكتر كمان هو شكل عمامه. فانا قلت اشوفه قالوا طلبوا تحليل قلت حلل. بعدها تنيت نحقق في الصوره في البرنامج لما لقيت ان هو شبه ابوه شبه عمامه. الموضوع ان ابني كان راكب عجله والعجله ديت واحد خلاها راكنها وسرقها فخاف ما خاف خد بعضه ومشي. ما لقيتوش من 18/10/2006 لحد النهارده انا مش فاقده الامل في ربنا. عملت له محضر في المركز ولفيت الاحداث ولفيت البلاد و كل حته رحتها بقيت ادور عليه في اي مكان لو في التراب حتى كنت بروح ادور عليه فيه عاوز اوصل لاي حاجه اي شيء. يقول لي على حد في عيل في اسوان راح الصعيد من قيمه 5 سنين من 6 سنين لف الصعيد كلها في القطارات مجرد واحد قال له ده ابنك شبيه في القطر شبيه ابنك في قطر اسوان خد ولاد اخته وابن الله يرحمه وراحوا قطر اسوان لفوا لما داخوا ورجعوا ما لقوش حد. عايز اشوفه واشوف ايده برضه لان هو التعور ده هياكد لي ابني مقطوع ايده من هنا او من هنا او من هنا وهو صغير كان عنده 6 سنين ومتخيطه ابو جري وخيطها فالخيط عمرها ما بتروح. ما احساسي كاب مش من 13 سنه مش هاجي مثلا اقول اه ده هو ما يمكن مش هو ويمكن هو. انا طالب التحليل ليه؟ علشان هو اللي هياكد كل حاجه. ده ربنا اللي هيديني الاحساس ساعتها مش انا ولا انت ولا اي حد. ربنا اللي هيديني الاحساس بشعور الام. وان ما طلعش ما طلعش هو يبقى بتاع ربنا وان طلع ابني لو اخر يوم في عمري. التليفون اللي جالي ده فكرني جدا بقصه اسلام وعزيزه اللي خطفته. قصه طويله حزينه عشتها بكل تفاصيلها انا واللي متابعيني من سنين وجريت معاه علشان ابحث عن اهله الحقيقيين. انا مش اسلام. اسلام ده اسم وهمي الست اللي خطفوني حطتهولي. اسلام كل امنيته يلاقي امه أبوه أهله لأنه ببساطة عارف أنه اتخطف منهم. 11 سنة عايش مع ست فاكرها أمه فجأة يدخل البوليس يقبض عليهم بتهمة خطف الأطفال. حاج جمعة حسن مصطفى ده ابنه مخطوف منه في مستشفى أشمون العام عمره 3 أيام. لما جينا في خلف الأسوار وفي تنويع عن المفقودين عرف وجانا هناك قدم المحضر اللي كان عامله ان ابنه مخطوف والحكومه بتاعتنا سلمتني ليه على ان انا ابنه. طلعوا لي شهاده ميلاد تانيه باسمه. اتنين وعشرين سنه عايش مع واحد شاكك انه مش ابوه. تفتكروا
بعد ما طلب يحلل تحليل الدي ان ايه، طلع ابوه ولا مش ابوه؟ طلع سلبي. انت مش ابنه. 0%. انا واسلام ما كناش نتخيل انه زي ما هو بيدور على امه، امه كمان هتموت وتلاقيه. الست احلام شافت الحلقه بتاعتنا الاسبوع اللي فات وشافت اسلام وهو بيحكي قصته. طارق ابني. هو ده ليش مش هو ده يا ماما؟ هو ده طارق. والله حاسه ان ابني مش هقول لك اسلام. في حقيقه لازم نجري ندور عليها، الست اللي خطفته. خدت اسلام من ايده وطلعنا اسكندريه. مقابله مجرمه اتسجنت بتهمه خطف وسرقه اطفال سنين وطلعت، دي حاجة مش سهلة. يعني 82 أو 85 سنة عايز إيه تاني من الدنيا؟ تاني مش هتحرم يا ابني. مستنية الزيارة دي من الشهر اللي فات. هو هيتأذى. الكذب مالهوش كلمة. مشوارها مش قانوني، قصدي يعني تنتظر ايه من واحدة سرطان في الدم؟ حلو، مش شايفة حاجة، لكن مصدقاكي من غير حاجة، مصدقاكي كويس كده. بتقضي ايام تقابل ربها ازاي يا ستي؟ احنا جايين عايزين سؤال واحد بس، اسلام ابن مين؟ ابني اللي طلعت بيه من التاني، اللي هو اسلام. اللي هو اسلام. اول مره شفتي اسلام كان فين؟ كان في بطني معايا الاثبات. اسلام ابني، محدش مصدقني ليه يا جماعه؟ انتي ما بتخلفيش. مين اللي قال الكلام ده؟ مظبوط في القضيه انك ما بتخلفيش. انا عارفه ان انا واثقه من كده كمان. هنثبت قدام الدنيا كلها. ماشي، هتثبتي قدام من الدنيا بعد كده ان شاء الله. الأول تقول عارفاكي ومستنية مجيتك دي من شهر، وفي نص الكلام تقول هأذيكوا، وفي آخر القعدة تقول لي إسلام هأذيك، وفي الآخر ده ابني. أنا فاكر يوم ولادة محمد، يوم ما عملت نفسها حامل وراحت جابت محمد هي وأختها فاطمة وجدها. خلصوا ضميرك على إسلام، أنا ربنا كرمني معايا ولدي ومعايا 23 حفيد والحمد لله، هو ده الغلبان ده اللي راح في رجلينا. لازم البراءة تبان. ادي التحليل قال ان انت ما تقربلوش. القنبله اللي انا حفرتك هتفرتك الدنيا دي كلها. الست دي مسميينها الابنه البكريه الابليس. واحده فاضل لها ايام داخله قبر، هل تكذب على قبرها؟ ان شاء الله بعد 60 يوم كده هقابل ربنا. حرمتني من نفسي، انا النهارده تايه اهو انا وعيالي. انا امك يا حبيبي. والله انا والله انت مش امي. والله انا امك. عايزه اوصل اسلام بصراحه. انت فعلا ما بتخلفيش يا عزيزه؟ هي دي الحقيقه. مش عايزه احدد عليا انا بالذات، مش خوف ولا حد مهددني. ربنا مش هيسيب، ربنا مش هيسيب. وانت ضامنه اللي انت تعيش قد ال 20؟ خلاص يا عم بقى اتضمن فين اللي انت اداته له؟ خايفه مني من فيك حاجه؟ يا والف وسواد ليلك، هتقبل ربنا تقولي له ايه؟ انا وابطال قصصي بنرتبط جدا ببعض لدرجه ان انا واسلام حتى بعد عرض حلقته بسنتين يمكن لسه كنت بروح معاه لعيلته اللي اخيرا لقاهم. ولاننا مش بنعرف الناس لعرض قصصهم فقط على التلفزيون، انا كنت ساعتها مش بشتغل في اي قناه، كلمني اسلام عشان اروح معاه واشاركه فرحته بانه اخيرا لقى اهله وخصوصا امه. Thank you.
واحدة. محدش يقدر ينكر الشبه العظيم بينه وبين أخوه التوأم، والأحلى مقابلته لأمه. منورين البديره. ولولا البرنامج بتاع حضرتك انا ما كنتش شفت ابني ولا لقيته ولا كنت عرفت ان ليا ابن من اساس. طوال رحلة بحثي مع إسلام عن عيلته وأنا بخاف من حاجتين، وقت استلام النتائج بتاع التحاليل ووقت تبليغ الأهل بنتائج التحليل. يا رب يا رب استر معانا يا رب، يكون هم يا رب حقيقة النفس. يا رب طمنا يا رب وطمن ولادي. أكتر حاجة بكرهها في حياتي الانتظار. إن شاء الله خير. يلا رجع لنا بالتحليل. ده نفس المعمل بنفس الفرع اللي جبنا فيه عزيزة تاخد العينة، فاكر؟ وشك ما يطمنش. ايه؟ مش هم. بجد؟ سلبي؟ طب عايز اعيد التحليل تاني. بجد؟ اه والله عايز اعيد تاني. عملت انا اكتر من اللي انا بعمله. تقولي لي انا بعمل ايه؟ للمره الكام ما طلعوش اهله. لا بقى يا اسلام، حرام عليك والله، انا تعبت وهو كمان على فكرة. بالرغم من كل الوقت ده لسه في ناس بتتصل بيا وبتقولي إسلام ده يبقى ابني. أنا ليا ابني تايه أو مسروق من مستشفى الشاطبي في 81. هي معيش دليل ومعيش مستندات عشان نقدمها ونقول مثلا أنا ابني، لأن أنا كنت في الجيش ووالدي الله يرحمه كان يعني ريفي. فلما الست تحت وضعت فبقول لهم فين المولود؟ قالوا ده بيت وماتي. قالوا طب ما تجيبوه ندفنه. قالوا يا عم الحاج والله احنا دفناه. قال لهم جزاك الله خير وخد بعضه وروح. فانا جيت من الجيش فقالوا لي حصل ان مراتك ولدت وجابت بيت وماتي. هي مساله بقول لها يعني يعني تعبت ولا جت؟ انا شفته ولا مش بيت، بس هي راحت في غيبوبه وتعبت. فانا قلت هي مع تاثير البنج والتعب بتاع ايه بتخطرف يعني او مش مركزه، فما خدتش كلامها يعني ايه بثقه او معنى صح يعني إيه. قلت يمكن هي يعني من التعب بتقول كده. ربنا كرمني بثلاث بنات وماتوا رضع برضه، ده غير اللي هو ايه في المستشفى يعني أربعة. أربعة. وجت جابت بت وولدين تانيين. دول اللي عايشين. عايشين. فيهم واحد توفي.
عنده 17 سنه، كان في ثالثه اعدادي لما بقت تيجي يعني تجيني شايله معاها ثلاث بنات والولد اللي هو مات عنده في ثالثه اعدادي. فالرابع اللي هو في اللي هو سابته في المستشفى جاله بنته وماتت دي ما بتجيليش بيه. فبدات ايه نشغل بس هندور فين ومعيش حاجه او مفيش يعني مفيش اوراق او في اي حاجه ندور بيها. فاحنا شفنا الحلقه بتاعت الاستاذه منى مع اسلام، فالمهم نزلناها على النت وقعدت بقى اوريها ليه لقرايبي واخواتي واولادي وجيراني ويعني الناس اللي ايه ملمه بيني، كلك ركزوا ان هو ايه ابني اللي هو اسلام ده. في شبه منه. شبه جامد. طب يعني انت طلباتك ان انت تشوف اسلام بس؟ اشوف اسلام ونعمل التحليل ده ونشوفه يعني لعل وعسى برضه يكون هو ابني برضه، ما احنا مش بعيد عن الله. المفروض ان الطفل ده ضايع منك بقاله كام سنه؟ 37 سنه. طب لما مرات حضرتك كانت راحت تولد ما كانش معاها اي حد؟ ما هو كان ابويا ووالدتي. وابوها ووالدتها برضه الاثنين. وما بيدخلوش الشاب ما بيدخلوش حد جوا في المستشفى جوا. ما هو لو تايه لو هو مثلا عنده 3-4 سنين تايه لا انا الف عليه الكره الارضيه. انما دي متاخد وهو لسه حته لحمه يعني مش ابن يوم ابن ساعه. لان ولدته وراحت في غيبوبه. ما شبتوش ولا عرفت عنه حاجه. سمعت ان هو اللي اسمها عزيزه ديت من الحاضره بتقول انا سرقاها من مستشفى الشاب. وضع فيها يا اسلام انت بتجسد كل الاطفال اللي اتكتب عليهم يسيبوا حضن امهم، كل الاطفال والشباب الموجودين في دور الرعايه عايشين بامل واحد بس يلاقوا حضن اهاليهم. اتمنى مجلس الشعب يحط في اولوياته توثيق شهادات ميلاد المصريين اللي تحافظ على هويه الطفل بجد عشان خاطر كل الاطفال المفقودين والمخطوفين. كانت عندي أكتر من أمنية السنة دي اتحقق نصها، من ضمن اللي اتحقق إن أروح أبعد مكان في العالم. بكرة هناخدكم ونكتشف سوا الكوكب، عشان كده الله الوطن المهم.